انا من الصغر ديالي آه كنت كنقرا كنت كنشوف التفاتات ديال الناس آه كن آه كنحاول من ما تاثرش شويه ديك الالتفاته ديالهم علاش لانك الا كنتي متقفه وكنتي واعيه وقاريه مزيان ما تخليش هاد الالتفاته تاثر فيك فلهذا انا وصلت لهذا المستوى اني درت هاد الجمعيه آه تعرفت على بنات آه عن طريق فيسبوك تعرفت على اولاد او بنات وجبتهم هنا للدار البيضاء حيت انا كنسكن في القارة ولكن القارة بعيده عليهم مسافه اختصرت لهم مسافه جيت هنا لكازا سكنت عند العمه ديالي والزوج ديالها المشاكل اللي كان عانيو منها وهي اننا عندنا بزاف د الحوايج نفتقدنا من ناحيه الصحه من ناحيه ترونسبور من ناحيه المتطلبات ديالنا المتطلبات الضروريه من ابسط الاشياء الى الى اخره ما كنتوفروش عليها مثلا كيقرا الانسان حتى كيعي وما كيخدمش وكاين اللي ما وجالس غير في الدار كاين اللي مانعه الصحه ديالو مخد مريض كل واحد شنو المعاناه ديالو في البيت وكاين اللي طاقات كاين اللي ابداعات كاين اللي هوايات ولكن المشكل ما كيلقاش فين يديرها هما كيخدموا كيردموا ولكن شكون اللي غيخدمهم غا شكون غادي يعطيهم يد المساعده كين دراري انا كنعرفهم كيخدموا في هادشي ديال الخياطه في الصاله كين دراري كيخدموا في, في الاحذيه آه كين دراري ابطال تبارك الله كيلعبوا الرياضه كنعرفهم كاين في جميع المناطق ديال المغرب ولكن هما غير كيلعبوا كيخدموا كيخسروا فلوس ترونسبور كيساعدوا والديهم كيساعدوا اقارب ديالهم ولكن الى متى خاص مثلا الدوله تعطينا شويه ديال الالتفاته تكون عندنا خلصة تكون عندنا شهريه يخدمونا كاين شي مرافق وكاين شي اماكن اللي باستطاعتنا حنا نخدموا فيها كاين شي بلايص اللي ساهله تخدم فيها ولكن ما متوفراش لينا ما كيقبلكش كيشوفك انت هكا قصير القامه ما كيشوفش في مثلا السي ديالك اولا كيشوف رافه لا كيقول لك لا انت ما كاينش خدمه ديال اولا سير تنعيطوا لك ولكن هاد السيدي كتقول لي تسير هو مسكين ما فطاقتوش يمشي يبرك في دارهم ويريح وهو محتاج شحال من حاجه واش غيبقى يقولها لوالديه واش غيبقى يقول للمجتمع عطيوني راه هو مسكين انسان و هو كياخذ واحد الكتاب فيه دستور كيقرا ان هاد الدستور كيمنح ليه انه خاصو ياخذ حقه يمشي يطالب بي انا معاق انا ذوي احتياجات خاصه كنطالب انكم تساعدوني وتعطوني شي حق من هاد الحقوق اللي هو كيقولوا كي لنا لسيدنا عاش الملك حنا من محبين ديال جلاله الملك لان عاطي واحد التفاتة لهاد الناس ذوي الاحتياجات الخاصه دائما كيهضر علينا وكيخاطب الشعب انه باش يقول لهم شوفوا في هاد الفئه دائما ولكن حنا راه بحالكم غير نتو عير واحد الفئه ماشي كلشي بالعكس انا كنلقى ابتسامه من جميع البشر ديال المغرب غير واحد الفئه اللي كتحقرك هديك الفئه اللي كتحقرك كتاثر لك انت على كل شي داك الفرح وديك السعاده وديك الدراسه اللي قريتي وداك يعني خاص انت تلتفت لينا لا لا في الصحه ولا في المواصلات بحال دابا الدراري اصدقاء ديالي ملي كنعيط لهم يجيو ساكن ما عندهمش فاش يجيو كاين اللي في وازازات كاين اللي في تارودانت كاين اللي في طنجه كاين اللي في الرباط كاين اللي في قنيطره كاين اللي في جديده ما خدامش اذا خصو يجينا لكازا حيت كاينه جمعيه كبيره كيعذبنا بزاف بحال دابا انت دابا جيتي هنا على غفله يعني جيتي خاصك تلقاي على الاقل 40 60 50 حنا راه فوق ال 5000 ولكن ما يقدروش يجيو عندنا علاش معاناه معاناه هي اننا ما خدامينش باش نتخلصوا باش نوفروا داكشي اللي حنا باغينه كتاثر فينا بزاف لدرجه ان كاين شي ناس ما كيخرجوش انا كاين شي وحدين كنمشي حتى لعندهم ديورهم وكتقول لك انا ما من منشوفش ما نشوفش في الناس كيشوفوا فيا نظره نظره احتقار نظره هذه خرجي شوفي علاش غنخرج غتخدموني علاش غنخرج نضحك معاكم ونشط باش انا نضحك فيا الناس يعني كيمرضوا ريوسهم الواحد درجه التفكير ما كاين بعض انا واحد الحاله واحد العام سمعتها قالت شي وحده انتحرت في شي منطقه من مناطق الاطلس من هاد قيصر القامه انتحرت على حساب ما عجبهاش الحال تاثرت لاني انا وحده من هاد الفئه هاد الفئه اللي هي 5000 او 6000 واحد عاني وعندنا نفس المعاناه يعني حبي ليهم نفس حبهم ليا انا كنبغي جميع قصار القامه حتى الطوالين تنبغيهم علاش لان نبغيهم باش حتى هما يبغيونا باش حتى هما الا مشينا عندهم ولا طلبناهم ولا عطيناهم شي ملف ولا قلنا لهم بغينا خصهم يقولوش لينا لا عندي كلمه كنبغي نوجه مكرهناش آه ما كرهناش التفاته مولويه آه امنيه من الامنيات ديالنا قصار القامه حتى حنا نوصلوا لعند سيدنا نسلموا عليه وناخذوا معه صوره كبيره لان كتجينا واحد الغيره كنشوفوا معظم فئات ديال ذوي الاحتياجات خاصة واخدين الصورة مع سيدنا وتحنا حنا بغينا ناخدو الصورة لأن الأكثرية ديالنا ملي كيجي سيدنا للدار البيضاء أو للرباط كنبغيو نشوفوه ولكن حنا قصارين ما كنقدروش ندوزو لقدام الشانطي ونسلمو ونعيطو عليه شحال من مرة كيدفعونا كيطيحونا بغينا غير نسلمو عليه غير نشوفوه حيت المجتمع إلا ساعدك غتوصل إلا ما ساعدكش المجتمع راك ما غاديش توصل اه حنا دابا دا هاد النداء اللي درناه درناه سيدنا التفت لينا ودرناه للدولة بغينا الملف ديالنا ما يبقاش غير محطوط لان احنا جات واحد المرة واحد اه 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 داوي الاحتياجات الخاصة صايبو شي ملفات وصايبناهم وعمرناهم وقالوا لينا راه غنديروا لكم واحد المشروع غنخرجوا لكم مشروع درت سميتي انا سميت الناس اللي تنعرفوا دفعنا لهم الملف والحد الان هاد الملف واقف ما خدينا حتى شي حاجه قال غنخرجوا لكم كذا كذا كل واحد غادي يخدم يعني ما خدمنا ما درنا حتى شي حاجه كنبغي نوجه الشكر الاول الأستاذ حنين الأستاذ حنين هو رئيس الجمعيه ديال جمعيه أبقراط. هو اللي كان كيشجعني مني كنت صغيره كي كيقول لي ناديه انت واعيه وقاريه يعني كان كيحفزني كيعطيني واحد القيمه زوينه لذاتي كنحس براسي انني انسانه حيت لما كانش تشجيع من عائلتك هي الاولى والاستاذ حنين من العائله ديالتي هو الزوج ديال العمه ديالي اللي هي خت الواليد هي اللي انا مستقره عندها منذ الطفوله يعني مهلين فيا واحد تهلو لا يصور و... وكنشكر العائله ديالي اللي الاب ديالي اللي سهر عليا ورباني و... وزعما ما تخلاش عليا وكان كيحسسني باني انا طفله عاديه حتى لدرجه اني وصل دابا 40 سنه مازال حتى يتعامل معايا واحد التعامل زوين كيحببني انني نعيش في هذه الحياه وكنشكر مدينتي الكارا كتساندني بزاف فيها بزاف الجمعيات كيساندوني وكيشجعوني يعني مدينه الكارا تبارك الله عليها زوينه غير هي بغيت ندير فيها شي حاجه تما كاينه شي جمعيه وشي حاجه ولكن ما الظروف تما ما ساعدتنيش لا من ناحيه الوليدات صحاباتي واصدقاء ديالي جو دي مسافة بعيده وحتى من ناحيه ما ما كاينش تما ما موفرنش ليا شي حوايج انا بغيتهم تما في, في الكاره الوالدين والناس اللي محيطين بيا وعائلتي وحتى الاصدقاء ديالي وصحاباتي كنشكرهم كاملين يعني عندي واحد الفئه اللي كتحيط بيا اللي هي الاسره اللي كنعيش فيها هذه عائله حنين والاسره ديالي اللي دارنا في الكاره عائله الفنون وحتى الأصدقاء عندي أصدقاء وصديقات بزاف لا من ناحية ع... في عائلتي في مدينة القارة ولا من ناحية الفيسبوك يعني كل شيء يبغيني أه السلام عليكم اسمي شي مريم كنسكن في كازا بزاف المشاكل أه خدمة ترونسبور بزاف بزاف بحال دابا خدمة كاين اللي قاري مسكين وما كيمشي يدفع أه كي قبلوك. بحال الا تسجلتي في شي سي سي سيت ولا شي حاجه كيقبلوك ولكن اين فوا كتمشي عند المدير ولا على شي حاجه كيقول لك لا سمحي لينا البلاصه عمراش يعني ما كيبغيش يجرحك يقول لك لا لا البلاصه عمرات صعيبه بزاف صراحة الحمد لله كاين كاينين كاين بزاف الناس كيشوفوك بشوفه زوينه وكاين واحد الفئه تاني سلبيه ايه بزاف بالنسبه للحفيله شي حاجه مع حنا عندنا لي كاخ لي كيعطيوهم لك الدوله ديال بان طلعي في ترونسبور كاع شوي بعد مرات كيطلعوا كيقولوا لك لا خاصك تخلصي لهادي لا مع احترام ماشي ماشي كل شيء الحمد لله حنا ما كرهناش السلطات والدوله تشوف لهاد الفئه وتلتفت لينا ما كرهناش السلام عليكم انا سميتني زين قادر غزلاني من قرية سراغنا بزاف بالنسبة للترونسبور تنمشي تا البلاصة اللي تنكون تن فيها انا فاش خد فاش خدام خد و ضروري تخلص بحال الترامواي آه مثلا ما تنخلص فيه بالنسبة من تنجم من قرية سراغنا لكازا خاص تنخلص مجتمعاتنا شوية صعيب اللي مشيت لعدو تيقول لك اخويا اسمح لي معايا خينا تا تنعي من نعيطو عليك تمشو هاد الأول هاد التاني هاد التالت صعيبة شوية كان الواد عندي أنا قصيت أنا بحال قصير قدي تنخرج أنا وياه تنبغى نتاراو شوية جميع الناس يقولوا كلام وتنصبر وتنبدا نبكي تنقول كلشي ديال الله وتنخلي الناس تيقولوا كاع صعيب بزاف بغيت الدوله تشوف من حالنا وبغينا السلطه تشوف من حالنا عاد انا خوتي قصار انا اللي تن... لما خرجت عند الناس اللي تنشوف من حالنا تعاونوني شويه باش نجيب للواليد الوالده خوتي قصار انا اللي تنعاونهم انا اللي تنصرف عليهم وبالنسبه للترونسبور خاصة تمشي شي مدينه لا ما خلصتي ما ترقب بالنسبه ل هادشي ناس كما قلت تبغى دير الولاد تبغى دير كلشي تيقول لا التقصير لا تا تنتوجه من سيدنا الله يحفظه لينا تنتوجه هاد الرسالة من الدولة ومن الناس يعاونونا الله يجازيهم بخير يقدمونا مساعدة